الماء روح الحياة ومنهل الكائنات، يهمي ثمينا نفيسا من مزنه المطرات، ليحيي الأرض زرعا يضر بعد موات، فكل صدقة جارية بنية الشفاء عن سماء مصطفى زكي حفظها الله أم الفحم، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله تقبل الله. الله أكبر. سبحان